من وانا صغير يعني اشوف يعني بابا انا في الفريج وايد يعني ناس كان عندهم سيارات سبورت وكذي، واتابع يعني مثلا في التلفزيون وكذي. واخوي الكبير يعني ابتدى مثلا في الموستنج بعد، اخذ يمكن 2 أو 3، والعمي بعد نفس الشيء بعد في الموستنج. فنفس ما تقول ان عائلتنا يعني كلها في الموستنج، فهالشيء يعني كان نفس الحلم صار عندي اني املك انا بعد سياره مميزه موستنج. اول شيء ملكت انا جيتي 2006، بس عقبها يعني قمت اشوف ان الكوبرا شيء مميز وايد يعني، خاصه بما انه يجي سوبر تشارج اصل وفي باور يعني يمكن 300 وشيء حصان ستوك، فشيء حلو يعني انه تحط في بالك انه هاي لو شوي عدلت عليه ممكن يعطيك اداء في النهايه ما بتصرف وايد يمكن عليه. فهالشيء دفعني انه وايد احط بالي على هالسياره، خاصه ان ولد عمي بعد كان يملك هالسياره، كنت اشوف بعيوني يعني ان السياره فيها مثلا باور حلوه والناس وايد تحط انظارها عليها. فالحمد لله يعني توفقت و قدرت املك واحده. SVT هي اختصار حق سبيشال فيكل تيم حق شركه فورد. ترمينيتر كسب هالسمعه يعني بما ان هو كان ستوك يعطيك يمكن 390 حصان، في السياره الثانيه ممكن ما كنت تشوف هالشيء على زمنها، مثلا السوبرا اتوقع ممكن 200 وشيء حصان ستوك، فالكوبرا كسب هالشيء بما انه هو ستوك وعنده باور عالي، فهالشيء خلى الناس انه وايد تحط النظر عليه، وجرى الاضافات خفيفه ممكن توصل لل 490 500 حصان، هاي الشيء اللي خلى الناس وايد تدقق عليه. ترمينيتر صراحه الاسم خصوصا من ذيك الفتره كان في منافسه، يعني الحين دائما منافسه بين الشفر والبونتياك والفورد، حزتها كان موجود يمكن بس الجيت يمكن هو اقل مستوى بينهم. صنعوا الترمينيتر وسموه بهالاسم يعني نفس اللي تقول انه هو قضى على الشفر والبونتياك. سبيتي كوبرا نزل 2001 كان مو بسوبر تشارج، الى 2002 بعد مو بسوبر تشارج، 2003 2004 سوبر تشارج كان. طبعا الكوبرا 2004 يختلف عن جيتي 2004 في وايد اشياء، ان الماكينه تيك سوبر تشارج، داخليه تيك كراسي ريسنج، طبعا حتى البامبر غير، قدام ورا الجوانب في يعني زوايد على الجوانب، والبونيت طبعا بعد غير. فناس ما تقول ان ممكن الشكل كامل يختلف داخليته وخارجيته، والماكينه نفسها تختلف حتى عن الجيتي. طبعا غير عادي 6 سبيد، الجي تي 5 سبيد، بمجرد النظر تقدر تعرف انه وين الجي تي وين الكوبرا. طبعا الاداء وايد فرق يعني وايد وايد، بما اني انا مشيت جي تي صراحه 2002 وكوبرا 2004، فوايد وايد في فرق مو بشوي يعني. غير هاي ان الكوبرا يجي سوبر تشارج والجي تي عادي يعني ممكن 4.6 العاديه، بس انه لا مانع يعني الفرق وايد وايد مو بشوي. طبعا ماستيك روم بدا من 96 بس كان اسمه مايستيك، وعقب فتره طوروه الى مايستيك روم في 2004. طبعا هاي الصبغه بروحها كانت ذيك الفتره فوق ال $3000. كان في قصه يعني ان اذا تروح الوكاله مثلا لازم احط فرق سكرات حكة شيء، فامريكا كان يعطونك السوق على قد ما انت تحتاج، لان كان فترتها يستعملون هاي اللون عشان تزور الدولار. المايستيك روم سووا منه 1010 حبات في العالم كامل، حق البوكس 515 ولشتري 495، فالتوتال 1010 حبات. فشيء حلو ان انت تمتلك سياره بهالمواصفات والميزه في العالم كامل، بس انها تكون كوبرا هي هاي شيء سبيشل يعني اول شيء يعني في البحرين، بما انه في البحرين يمكن في 8 إلى 9 حبات حاليا يعني، وهالشيء وايد حلو يعني مميز بما ان السياره عددها قليل في المنطقه اللي انت عايش فيه. سيارتي كشف وميزنا هالشيء بين اللي في البحرين، انا الوحيد كشف يعني، خاصه اذا في الشتاء يعني ان الجو يكون حلو تفتح الكاش، فهاي الشيء وايد خليني افتخر ان انا املك هالسياره وما افكر في يوم اني ابدلها يعني. طبعا الاسفيتي كوبرا 2004 يوم صنعتها الفورد في الديتيلز حق السياره كان مكتوب ان السياره فيها تقريبا 390 حصان، فالناس شافوا ان البار اعلى من 390 تقريبا 400 وشيء، شيء وايد حلو جبار على سنتها وبار مالها وايد حلو يعني. الاسفيتي كوبرا 2004 هي الماكينه 4.6 سوبر شارج 6 سبيد، طبعا غير عادي. سيارتي عليها فل هوائيات من اكزوز ودارس فلتر، طبعا مسويها تيون عند اسمها صلاح الدين، وعلى الدينو طلعت تقريبا 433، وانا وايد مستانس الصراحه يعني
الشخصيات في هالباور وانا استعملها حق ديلي، فاشوف انه شيء حلو صراحه. وايد معروف في الموستنج، خاصة يعني سيارة سبورت عامة يعني، بس في الموستنج هي تتميز فيها. يمكن ساعات انت طالع يعني تدوس ممكن شوي شيء بسيط، ممكن السيارة شوية تفتر وتتعدل عادي تواصل. يوم ثاني نفس السرعة نفس المكان، ممكن السيارة وايد تروح درفت ممكن، وجربتها صراحة يعني. الار بي ممكن بس شيء بسيط 3-2، تتفاجئ بمراحل ان السياره تنفلت من عندك. هاي الشيء يمتاز في الموستنج، هو شيء زين ومو زين نفس الوقت يعني. طبعا في ناس وايد يختارون هالسياره حتى حق دراج يعني، وايد يعني يقدسون حق الكوبرا ترميتر شيء وايد فوق يعني. السياره تتحمل الباور يعني، حتى الالف حصان فوق الالف حصان سياره تتحمل، ما عندها مشكله يعني. فهالبونت يخلي الناس ترغب انه اروح حق هاي السياره. 2004 كوبرا هي فخر الفورد، السيارة اللي هي تفتخر فيها الفورد اللي هي الكوبرا، مو بس على هني يعني، حتى على أمريكا إذا تكلمها على الترمينيتر يعرفون أنها فخر الفورد. ناس ما قلت لك يعني قبل أنه هاي هو المدمر، هو اللي زعل وايد ناس يعني من الشفر، أخواننا يعني مثلا كمورا وبونتياك ديلين. فحزتها يوم سووا الكوبرا شافوا أنه مو بس على الكمورا، حتى على الكورفت قام يعني نافسه وغلبه، فشيء حلو يعني وايد. لحد الآن يعني ل 2020 الناس لحين تعتبرها أنه هاي فخر الفورد، وراح تظل أنا أعتقد يعني على مدى السنوات قدام. دائما يعني إنه إذا أطلع في الكوبرا صراحة، حتى السيارة مو بالسبورت، السيارة العادية ساعات تجي مثلا يجيها من طالك إنه يحسسك إنها تبي تشيك، ما عمري تشيك صراحة ولا أحاول إن أنا أشيك. أحب دائما أكون بروحي يعني، أسرع إيه أوكي أستانس بروحي، فممكن أضحك وياه شوي، ممكن أدوس بس شوي وياه مجرد إنه يستانس. وإذا ساعات تشوف مثلا ناس يقول لك أبي أسمع صوت الإكزوز، أبي تدوس شوي، يبي يشوف يبي يستانس، ما أردهم صراحة يعني. أحس إنه خلي يستانسون شوي الناس، بما انك تملك هالشيء فخلي الناس تستانس يعني. الناس اللي مرت اللي تكون واقفه برا لما انت تطف عليها في البدايه ممكن تسمع صوت السوبر، وعقب ما انت تروح انا تسمع صوت الاكزوز، وايد يونسني يعني، يعطيني جو وايد حلو يعني. ان انا اكون في السياره وانا ماشيها وصوت السوبر اسمع شوي صوت الاكزوز. طبعا المسجل انا ما استعملها كلش، استانس بصوت الاكزوز مال سيارتي، خليني وايد استانس اذا في الشتاء يعني. اليوم اللي احط في بالي انه انا راح اطلع في السياره، قبلها لازم اتاكد ان السياره تكون نظيفه قبل ما اطلع، من داخل من برا، سواء على التواير رينجات، اتاكد من كل شيء ديتيلز كامل ان السياره تكون وايد نظيفه. ما احب اكون في الزحمه، احب انه تكون عندي شوارع مفتوحه في الهاي واي او الفورمولا، اماكن فيها سيارات سبورت كثير تستانس، تشوف الناس تشوفك. والله انا اشوف يعني ان السياره تعني للشخص وايد وتبين شخصيته يعني في النهايه. مثلا اذا السياره كانت مميزه ومهتم فيها وايد فتعكس شخصيات السائق حق السياره او الاونر حق السياره، بس اذا كانت السياره يعني مهمله مثلا وكذي نفس الشيء تبين شخصيه الاونر حق السياره. الحمد لله يعني ملكت اللي هي الكوبرا 2004 ماستكروم، شيء مميز على البحرين والخليج حتى في العالم يعني، بما ان اللي هي ما في كم حبه منها في العالم، شيء حلو يعني. افتخر انا ان عندها السياره صراحه.